فكرة إنشاء المصنع كانت بداية إنه في فترة من الفترات كانت كل المستنسخات الأثرية مكتوب عليها إنها صنع في الصين، فجي توجيه بأنه لا يا جماعة الكلام ده ما يحصلش بعد كده، وإن كل الكنوز بتاعتنا وكل المستنسخات بتاعتنا تتعمل بإيد مصرية وتتعمل في مصر وتتصدر للعالم كله مكتوب عليها صنع في مصر. اللي بيميز المصنع عن الحاجات اللي موجودة بره في الأسواق اللي بره مصر وجوه مصر، أولاً إنه القطعة متاخدة طبق الأصل من القطعة الرئيسية، من القطعة الأساسية، تمام؟ فإحنا اللي بنشتغل عليه إن إحنا بنعمل 3D scanning للقطعة الأساسية، لأن إحنا الشركة الوحيدة المصرح لها تعمل ده. إحنا هنا في منطقة المعامل الفنية عندنا 8 أقسام: قسم النحت، قسم المعادن، قسم التلوين، قسم الصب والاستنساخ، وقسم الخزف، وقسم التطعيم والنجارة، وقسم التغليف. هنروح مع بعض دلوقتي نشوف أول قسم اللي هو قسم النحت. المرحلة الأولانية بتبقى طينة، بعد كده بيطلع منها نسخ جبس عشان نقدر نوصل للتشطيبات ونقدر نعمل التقسيمات أو الأشكال الهندسية اللي موجودة بالقطعة، تمام؟ وبعد كده بيبدأ يتعمل عليها الاسطمبة ويقدر يطلع منها خامات مختلفة، يعني ممكن يطلع منها شمع، ممكن يطلع منها نحاس، ممكن يطلع منها فايبر. أنخ أمون اللي هو النسخة الصغيرة من اللي حضرتك شفته قبل كده، وأنا برسم الزخارف بتاعته اللي تحت دي بس، وبنفنشه وبيطلع بقى يروح على قسم التلوين يتلون عشان يطلع بقى يتباع وكده. بيبقى في منه ماتيريال، في جبس وفي بوليستر بس، وبتباعه بقى. ده بوليستر، ده نسخة كبيرة منه بوليستر. ده كونسول عربي عبارة عن قصر صغير بالسلم بتاعه بالبيبان، ماشي. ده شغل تراث قديم كله، تمام. بس لسه بقى طبعا ناقص له تكملات، هنا لسه ناقص له تكملات تحت. دي مركب خوفو، في منها مقاسات، في منها مقاس كبير 8 متر، وفي في اللي هو في المتحف 13 متر، تمام. بنعمل منها نماذج صغيره لحد ما توصل لل 20 سم و 30 سم. النماذج الفرعونيه والقبطيه والاسلاميه، جيب خشب خام ونبتدي نعمل ايه النحت التشكيل عليه اللي هو ايه الفرعوني بنفس من واحد لواحد كده بنفس المقاسات اللي هي المظبوطه بتاعتها. النموذج اللي قصادي دون شغل فرنساوي، ده من ورا المكن، في مكن معايا 10 هيد هنا شغال شغل 3 دي، بيطلع لي المنتج دون بامكانيه عاليه، وانا ببتدي نشطب عشان نبتدي ان احنا نرمي شغل كويس ونواكب السوق ونبتدي ان احنا نقضي على حاجه اسمها صين بصراحه، عشان زهقنا من موضوع الصين ده. احنا هنا حاليا ماسكين في اكسسوارات العجله الحربيه، بتبتدي بيها بحته نحاس فلات خالص، وبتترسم لنا الرسمه ديت، وبنبتدي ان احنا نخرم فيها واحده واحده بحيث ان احنا ننزل فيها بالريشه ديت، بتتفرغ بيها كل حته والتانيه، بحيث كل الكلمات دي كلها اساسا بتطعم وبتركب على العجله الحربيه كلها. وفي حاجات تانيه برضه نفسك القالب دي هي بتفضل عن كده اساسا. من الناحيه التسويقيه انا عندي كل الماتيريال اللي تخدمني ان انا اروج لده في مصر وبره مصر، اقدر ان انا اشارك في معارض بره مصر، اقدر ان انا اطلع منتجاتي تلف العالم كله، سواء ان هي يتعمل بيها معرض او ان هي تتباع في بازارات او في المتاحف بره، احسن بكتير قوي ما دول تانية تبقى هي اللي بتنتجها ومش بالكواليتي اللي انا عايزاها. عائد اقتصادي ده جانب كبير جدا بصراحه، لان لما بصينا على الجانب الاقتصادي اللي بتستفيده الدول التانية اللي بتورد لنا المنتجات دي، فكان عائد كبير جدا جدا كاقتصاد دولة. أنا أقدر أطلعه هنا وأكسب منه كتير.